الآن مع الورقة الثانية بعنوان التحول الرقمي فرص وتحديات، يقدمها الدكتور حمادة عيد العنتبلي، دكتوراه في الإدارة الرياضية جامعة الإسكندرية، مدرس منتدب بقسم علوم الرياضة بكلية النقل البحري والتكنولوجيا، محاضر دولي في العديد من الدورات التدريبية، حاصل على 3 جوائز دولية في البحث العلمي، له 11 بحث منشور والمشاركة في 18 مؤتمر دولي، وله 10 مؤلفات علمية. فليتفضل. تفضل حياك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن اصطفاه، وسلم تسليما كثيرا. في البداية أحب أشكر أو أقدم خالص الشكر والتقدير لكرسي اليونسكو للمرأة في العلوم والتكنولوجيا ومدربين صناع الأمل وأكاديمية تحقيق الرؤية للتدريب والاستشارات والأكاديمية وخبراء التنمية وشركاء الأطوار الذكية على كريم الدعوة للمشاركة في ملتقاكم الطيب والإسهام بالورقة العمل اللي هشرف إن أنا هعرضها على حضراتكم دلوقتي، لأن إحنا اليومين دول أو الفترة الحالية بنمر بفترة بتشهد نمو كبير جداً لعمليات التحول الرقمي والدخول إلى الصراع التكنولوجي والفضاء الرقمي بشكل ما كانش يعني متصور قبل كده. هبدأ أعرض دلوقتي على حضراتكم البرزنتيشن بتاعتي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. العنوان بتاعنا هو التحول الرقمي فرص وتحديات. في الحقيقة أنا حابب إن أنا أستهل البرزنتيشن بتاعتي بكلمة قالها بيتر دراكر، أما قال universities won't survive. The future is outside the traditional campus, outside traditional classrooms. Distance learning is coming on fast. في الحقيقة المقولة ديت كانت في عام 1997، ولما قالها بيتر دراكر وقال فيها إن الجامعات لن تنجو وإن المستقبل خارج الحرم التقليدي وخارج الفصول التقليدية والتعلم عن بعد، ده بيعكس بشكل كبير جداً المحاولات اللي بذلت على مدار السنوات الماضية بشكل كبير لعمليات التحول الرقمي والدخول فيها، سواء كان على مستوى التعليم الجامعي أو على مستوى التعليم ما قبل الجامعي. وكان في الحقيقة كتير من المحاولات، وكان في مناشدات كتير جدا وكتير من الدراسات، عشرات بل مئات الدراسات اللي أجريت وكانت بتطالب بالإسراع بعمليات التحول الرقمي وإن هي هيكون ليها فايدة كبيرة جدا. وزي ما دايما بنقول إن من رحم المحن تولد المنح. كانت أزمة الكوفيد 19 أو الكورونا فيروس اللي احنا العالم كله بيشهدها واللي تأثر بيها اقتصاديات العالم كله وتأثرت بيها الصحة، وأصبحت في الوقت الحالي من أكبر الأخطار اللي هي بتواجه البشرية بشكل عام. كان في عندنا ملايين من المصابين، مئات الآلاف من الوفيات، وكتير من الآثار الاقتصادية والاجتماعية اللي سحبت الكوفيد 19، إلا إنها حملت لينا منحة كبيرة جدا وهي الإسراع بعمليات التحول الرقمي. ما كانش حد يتوقع إن يجي الوقت إن يكون في غالبية دول العالم تبدأ إن هي تروح للعمليات التعلم عن بعد والديستانس ليرنينج، وإن إحنا يكون في عمليات كبيرة بالشكل دوت. فهنيجي نبص نلاقي إن إحنا مثلا في 14 إبريل وفقا لمنظمة اليونسكو في عندنا 188 دولة على مستوى العالم أغلقت أبوابها سواء كان بشكل كلي أو بشكل جزئي، وده أثر على 1.5 بليون طالب من إجمالي أو متعلم من إجمالي المتعلمين اللي هم بيشكلوا 91% من إجمالي المتعلمين المسجلين. وكان نصيب الدول العربية فيها بما يعادل 83 مليون متعلم أو 83 مليون طالب. والشكل اللي قدام حضراتكم دوت بيظهر إن اللون البينك بيقول إن هو عمليات الإغلاق الكلي، والشكل الموف بيشير للدول اللي كان فيها عمليات إغلاق جزئي في المدارس.
وهنا خلوني ان انا هبدا اشوف ان كان في تاثيرات كبيره جدا على الاستثمار في الموارد البشريه بشكل عام، والاستثمار في راس المال البشري، والتاثيرات ديت كانت اقتصاديه واجتماعيه وسياسيه. وفي الحقيقه في كتير من التاثيرات ديت في بنواجه او بيطلع لنا كل يوم فيها عمليات دراسه عشان خاطر نشوف ايه هو الدنيا. من بين اهم الحاجات اللي المفروض ان احنا اشتغلنا عليها وبنركز عليها كيفية تعاطي الدول، وكيفية ان الدول تبدأ ان هي تواجه الأزمة دي، وان هي توجد فرص تعليم بديلة علشان خاطر تحقق الاكتفاء من العمليات. هنبدأ هنا ان انا استعرض على حضراتكم بعض البيانات اللي هي الصادرة بواسطة مركز التنمية العالمية والبنك الدولي. بنشوف عندنا في الشكل الاولاني اللي بيظهر قدامنا دوت، واللي هو بنتكلم فيه على استجابات العمليات إغلاق المدارس والتعامل مع الريموت ليرنينج أو التعلم عن بعد من خلال مستويات الدخل. فهنلاقي إن احنا عندنا بنقول إن في أقل من 25% من الدول منخفضة الدخل بتقدم حاليا نوع من أنواع التعلم عن بعد. معظمها بيستخدم إما عمليات عن طريق التلفزيون أو الراديو. وفي من الناحية الثانية بنلاقي إن في أكتر من 90% من الدول عالية الدخل بتوفر فرص التعلم عن بعد، وكلها تقريبا بتكون مبنية على الإنترنت، وإن في 20% من البلاد عالية الدخل بتستخدم التعلم عن بعد عن طريق البث من خلال الراديو أو التي في، وبيكون في دوت عشان خاطر مواجهة حالات انخفاض أو الأماكن الفقيرة في الدول دي. ومن بين البلاد اللي هي المتوسطة الدخل بنلاقي إن في 70% منها بتوفر فرص التعلم عن بعد باستخدام مزيج ما بين الإنترنت وما بين العمليات البث، وإن في نسبة أقل من الدول اللي هي دخلها فيها أقل من المتوسط بنلاقي إن النسبة تنخفض ل 66% من خلال عمليات فرص التعلم عن بعد عن طريق الإنترنت أو عمليات البث عن الطلاب. وبشكل عام بنقول إن الدول في الحكومات المختلفة ولا سيما المستويات فيها سواء كانت المتوسطة أو المنخفضة الدخل بتعاني علشان خاطر تبدأ تحقق أو تقدر إن هي تحقق الآليات ومتطلبات الريموت ليرنينج، خاصة إن في كتير من الأماكن بيكون فيها مشاكل بالنسبة للكفرج أو القدرة على وصول الإنترنت فيها والتعامل معاها. لأن بنلاقي إن في عندنا 36% بس من سكان البلاد اللي هي فيها دخلها متوسط ومنخفض عندهم القدرة للوصول على الإنترنت. وطبعاً بنقول إن بشكل عام الإحصائيات دي طبعاً دايماً بتخضع للتحديث بشكل دائم من خلال البنك الدولي أو المؤسسات الدولية المختلفة. هنيجي بعد كده على نوع آخر من التفصيل لو حبينا نتكلم على المناطق الجغرافية وآليات التغطية فيها بالنسبة أو التعامل فيها بالنسبة للريموت ليرنينج كاستجابة لعمليات الإغلاق اللي هي حصلت بالتزامن مع الكوفيد 19. فهنلاقي إن في عندنا دول شرق آسيا والمحيط الهادي وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي كانت بتعتمد غالبيتها على التعليم عبر الإنترنت بشكل حصري، ولكن كان في حصة كبيرة منها بتصر على الجمع ما بين التعلم عبر الإنترنت والتلفزيون والراديو عشان خاطر تقدر توصل للمناطق الريفية اللي هما ما بيش متوفر عندهم اتصال على الإنترنت. أما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فنلاقي إن في 28% من الدول بتعتمد على التلفزيون والراديو، وإن اللي بيتم من خلال الإنترنت النسبة لا تتخطى 40% من عمليات الريموت ليرنينج. وفي 22% أو قررت إن هي تستخدم في عملية الدمج ما بين أو المشاركة ما بين الريموت ليرنينج وما بين العمليات الإنترنت. بنيجي نبص نلاقي كمان في عندنا في التشارت بتاعنا بيظهر فيه إن في عندنا في جنوب آسيا في ما يقارب 40% من البلدان بتعتمد على البث عن طريق الراديو أو التلفزيون، وفي 50%
من عمليات التعلم، هي عبارة عن عمليات مزيج ما بين التعلم على الإنترنت وعمليات البث. في حين إن إحنا من الناحية التانية أما تيجي نشوف في أفريقيا وفي جنوب الصحراء، فهتلاقي إن النسبة 11% فقط من البلدان متاح ليها الحصول على فرص التعلم عبر الإنترنت، وما بتتعداش نسبة 23% بيكون فيها عملية مزج ما بين الإنترنت وعملية البث. ده بياخدنا كمان إن إحنا نشوف أو نروح لنقطة تانية من الأمر، وهي التفصيل ما بين الأدوات الأونلاين Education Resources. عايزين نشوف إحنا المصادر اللي بتعتمد عليها الدول أو الكيانات في عمليات التحول الرقمي أو الريموت ليرنينج بتعتمد على إيه؟ فهنلاقي إنك أنت في عندنا ما يقارب 60% بتستعتمد على البلاتفورمز أو المنصات عبر الإنترنت. في عندنا 35% بيوزعوا ما بين المقاطع الفيديو التعليمية عبر الإنترنت، وفي نسبة صغيرة جدا من البلدان بتستخدم الفيديو جيمز كمورد تعليم. وإن في 30% من الدول بتقترح استخدام السوشيال ميديا أو مواقع وزارات التعليم المختلفة أو وزارات التربية والتعليم في الحصول على المعلومة اللي هي بتساهم في عمليات الحصول على طريق التعلم على الإنترنت. وإن في عندنا 12% من الوحدات بتحتوي على مواد مرتبطة أو تدمج ما بين القراءة والدروس وبتركز على موضوعات محددة. لأن دايماً عندنا المعلم هو طرف أساسي وشريك أساسي، ودايماً بنقول إن المعلم هو لب وقلب العملية التعليمية خاصة في عمليات الريموت ليرنينج والتعامل معاها. فاحنا هنا خلينا نتكلم على مؤشرين أساسيين لاستجابة الحكومات في عمليات الليرنينج. الأولى فيهم من المعلمين إن هم مع الطلبة بدون ما يكون في أي عمليات تدريب على الريموت تيتشنج. الجزء الثاني او المؤشر الثاني كان على الدول اللي هي اتاحت لمعلمينها التعاون مع الطلبه، ولكن جنبا الى جنب مع الحصول على عمليات تعليميه وتدريبيه عن اليه التعامل مع الريموت تيتشنج. وده بياكد في المحور ده بشكل اساسي على جوده العمليه التعليميه على الاستراتيجي اللي بتتبعها الدول دي. فهنلاقي ان في حوالي 50% من الدول ساهمت او ركزت بشكل اساسي على توجيه وتدريب المعلمين على عمليات الريموت ليرنينج وآليات التعامل مع الطلبه. من بين 50% من دول في اوروبا وفي اسيا الوسطى وفي منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا كانت بتركز على النقطه ديت، وكمان 40% من مناطق امريكا اللاتينيه ودول البحر الكاريبي، في حين ان 40% من الشرق والمحيط الهادي كانت متبعه الاستراتيجيه ديت. وكانت الدول دي كمان بتوفر مجموعه من الارشادات لكيفيه التعامل مع الانترنت. وفي حالة إن هم ما تمش أو إن هم ما قدموش عمليات التعلم على عن بعد. وفي ناحية تانية بنلاقي إن في عندنا من 20 ل 30% من بلدان زي دول شرق آسيا والمحيط الهادي وأوروبا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا جمعت ما بين التوجيه والتدريب، الكتب الإرشاديات التدريب. في حين الناحية الثانية بنبص نلاقي إن في عندك حوالي 18% 15% من دول أو 18% من دول شرق آسيا من دول المتوسط أو الشرق الأوسط، و 15% من دول الكاريبي كانت بتجمع ما بين التدريب دي. أما تيجي تبص تلاقي على الناحية الثانية في الجزء المتعلق بأفريقيا وجنوب الصحراء، فهنلاقي إن هو تم التوجيه للمعلمين بالتواصل مع الطلبة أو إن عمليات التعلم هتكون فيها عن طريق
الريموت ليرنينج، ولكن للاسف ما كانش في اي نوع من انواع التدريب للمعلمين على استخدام عمليات التدريب ديت. و ده بياخدنا بعد كده ان احنا نروح لاحدى المؤشرات اللي هي الاساسيه اللي اعتمدت عليها منظمه التعاون الدولي والتنميه لتقييم الطلاب الدوليين، وده شارت بيوضح نسب الدول اللي استجابت للجائحه او الكوفيد 19 باشكال مختلفه في التعلم عن بعد، والتعامل مع الوسائل. لما نحب نبسط، احنا عايزين او المؤسسه القائمه على اجراء الدراسه ديت وهي برنامج منظمه الامم، برنامج منظمه التعاون والاقتصاد، التعاون الاقتصادي والتنميه لتقييم الطلاب الدوليين، هنقول ان المنظمه دي شغاله من سنه 2000 بتعمل ابحاث وبتتعامل فيها على كفاءه الطلاب اللي هم دون ال 15 عاما، اللي هو فيها بتشكل في غالبيه دول العالم مرحله التعليم الالزامي في القدرة على الحصول على المعلومات المختلفة، واللي هو من خلال القراءة والرياضيات والعلوم، يعني إن هي بتضمن أو بتحقق في ضمان توفر الحد الأدنى للعملية التعليمية. لما نيجي نشوف الأحدث التقييمات اللي هم أجروها في عام 2018 وكانت بمشاركة 79 نظام تعليمي، كانت الحكومة مصرة بشكل كبير جداً إن هي تقف على آليات التعامل مع التكنولوجي بشكل عام. فهنلاقي ان هو بنقول ان في 85، هو يعني حوالي 85% من الدول بتوفر فرص التعلم عبر الانترنت، وان ودوت بيجي في المرتبه الثانيه من خلال آليات التعامل، وان في عندنا حوالي 30% من الوسائل برامجها بتعتمد على الراديو او على التلفزيون. وفي الحقيقه مجموعه التشارتس اللي احنا عرضناها دلوقتي واللي اتكلمنا عليها بتقول بشكل اساسي ان الطلاب في الدول الفقيره او الدول المتوسطه الدخل او الاقل من المتوسط بتواجه بتحديات كبيره جدا في عمليات الحصول على التعلم الرقمي. ابرز واكبر التحديات اللي بتواجهها الدول، في حين ان الدول الغنيه والمتوسطه لما يقارب الغنيه كان عندها فرصه كبيره جدا في عمليات التعلم او الاسراع بعمليات الريموت ليرنينج والدخول لمجال التحول الرقمي، لان الدول ديت في عندها انفستمنتس خاصه بالعمليه التعليميه، وفي عندها كفرج انترنت عالي جدا، في عندها قدره على ان هي تصرف على العمليه او تنفق على العمليه التعليميه بشكل كبير جدا، وبالتالي على النقيض الناحية الثانية اللي بيأثر عليها سلبياً إن عملية تعليمية كاملة مثقلة أو ملقاة على عاتق ولي الأمر، اللي هو في الغالب ما بيكونش في عنده الإمكانية إن هو يتفاعل مع مثل المتطلبات ديت من خلال الأدوات اللوجستية. ده هيخلينا لجزء ثاني هو السوق العالمي أو حجم الاستثمارات العملية العالمية في مجال الإلكترونيك أو الإي ليرنينج أو وما صاحبه. فهنبص نلاقي إن إحنا عندنا في حوالي، بنقول إن الاستثمارات في العام المنقضي اللي هو عام 2019 كانت بنتكلم في حوالي 200 مليار دولار، 200 بليون دولار، بليون دولار. ومن المتوقع إن هي توصل بحلول عام 2026 ل 375 بليون دولار. في الحقيقه الارقام ديت كانت قبل الكوفيد 19. بعد الكوفيد 19 والاسراع بعمليات التحول الرقمي، فمن المرشح ان هي توصل لاكثر من 375 بليون دولار كاستثمارات في عمليات الاي ليرنينج علشان خاطر تبدا تواكب، لان ما كانش عمليات الاسراع اللي سبق واشرنا ليها مشيت بسرعه جدا و حققت نجاحات كبيرة جدا، وإن دوت هيساهم بشكل كبير إن هو تظهر عندنا العديد من التقنيات الجديدة اللي ممكن نتكلم عليها زي الكلاود كومبيوتينج وزي الارتفيشال انتليجنس، وزي ما أشار الدكتور قبليا
ان هو هل في امكانيه ان في المستقبل نتكلم ان يكون في عمليات التدريب عن طريق الارتفيشال انتليجنس؟ اعتقد ان هو من الوارد جدا ان دخول الارتفيشال انتليجنس لكل المجالات بما فيها العمليات التعليميه او التدريبيه هيساهم في الوصول لنتائج كبيره جدا، لان احنا النهارده بنتعامل مع فضاء رقمي اداته الاساسيه واداته الرئيسيه هي الارتفيشال انتليجنس، وده اللي هو بيتيح الفضاءات كتيرة جدا. ده بيخلينا نتكلم على التصنيفات اللي احنا بنتحدث عنها على موضوع الاي ليرنينج، وهنلاقي ان احنا في عندنا ادوات كتيرة جدا زي الموبايل ليرنينج، والبعض راح للسوشيال ليرنينج والليرنر اناليتكس والميكرو ليرنينج والادابتيف ليرنينج، ودي كلها ادوات او انواع للعمليات الديستانس ليرنينج او الاي ليرنينج مهما كان المصطلح اللي هو بيستخدم، ولكن في النهاية جميعها بتحقق لغرض واحد. ده هيخلينا نروح دلوقتي لعملية أو حجم النمو في سوق الاستثمارات بالنسبة للقطاعات المختلفة. الأول حجم السوق بالنسبة للقطاعات، لما تيجي نشوف مثلا إن في عندنا عمليات الأونلاين ليرنينج كنا بنتكلم إن إحنا بنتكلم في حوالي بما يعادي 100 مليون دولار في عام 2019، وكانت المرتبة الأولى، من المتوقع أن هو يخفض في عام 2026 ل 180 مليون دولار. ومع ذلك بقيت النسب اللي هي بيوضحها لتشارت العمليات النمو في التحول الرقمي ما بين 2019 و2026، وفي الحقيقة الأرقام دي أيضا مرشحة للزيادة وفقا لزيادة الطلب. احنا دايما بنتكلم في آليات السوق ان احنا عندنا آليات العرض والطلب، ففي آليات العرض والطلب الأرقام دي مرشحة ان هي تزيد بنسب كبيرة جدا. لما نيجي نشوف دلوقتي ل تقسيم عمليات أو تفصيل أكتر لعمليات الاستثمار في المصادر اللي بيعتمد عليها العملية الـ distance learning أو remote learning، فهنلاقي إن إحنا عندنا من المتوقع إن يكون في زيادة بنسبة 50% في العملية في الاستثمار في البلاتفورمز، وأما بالنسبة للإنترنال تيمز فإحنا من المتوقع إن يكون في زيادة بنسبة 45%، المحتوى متوقع زيادة 44%، السيرفيسز اللي هي بتكون مصاحبة لعمليات التحول الرقمي أو عمليات الريموت ليرنينج أو الإي ليرنينج ما بين 28%، وبشكل عام الأوت سورسينج كمان من المتوقع إن هي تزيد بنسبة 17%. ده بيخلينا نروح إن إحنا نبدأ نشوف طب الأرقام ديت مبنية على إيه؟ الأرقام دي مبنية على إن في عندنا زيادة في الطلب على محتوى الفيديو مع بالتزامن مع الكوفيد 19 بما يعادل 66%. في عندنا زيادة في المحتوى اللي هو بينشئه اليوزر بما يعادل 60%. في عندنا زيادة في الميكرو ليرنينج بما يعادل 59%. الموبايل ليرنينج شهد زيادة بما يعادل 59%. وده كلها أمور أو نسب مئوية بتخلينا ندلل على أهمية والفرص الكبيرة جدا اللي بيحققها عمليات التحول الرقمي. خلينا نتكلم على إحدى التجارب بحكم يكون أنا حابب أتكلم على التجربة المصرية بحكم أحد التجارب اللي هي جمعت ما بين كون رقمية في عمليات التحول الرقمي والاستعداد أو مواجهة أثار الكوفيد 19. بنيجي نشوف إن إحنا عندنا إجمالي عدد الطلبة الموجودين في التعليم ما قبل الجامعي، في عندنا بنقول إن في عندنا حوالي 12,820,000 طالب في المرحلة الابتدائية، وفي عندنا حوالي 5,328,000 في مرحلة الإعدادية، وفي عندنا حوالي أكثر من 3 مليون أو 2 مليون طالب في مرحلة التعليم الثانوي. فكان في تحدي كبير جدا اللي بتواجهه الحكومة المصرية وزارة التربية والتعليم المصرية، وهو إزاي إن احنا نقدر نوفر للطلبة دول عمليات تعليمية، وإن هو تقدر نكمل العملية التعليمية في
كنوع من انواع التعامل او التعاطي مع الكوفيد 19 واغلاق المدارس. هنلاقي ان احنا عندنا بشكل عام الحكومه المصريه كانت انتهجت عمليات تطوير في المنظومه التعليميه بشكل عام، اعلنتها وزاره التربيه، والكلام دوت كان بالتعاون مع البنك الدولي وبمنحه مموله من البنك الدولي علشان خاطر تبدا ان الدوله المصريه تبدا تدخل في تطوير المنظومه التعليميه بشكل عام، وتدخل في بقوة في إطار أو سبق الارتقاء بالعملية التعليمية أو المنظومة التعليمية بشكل عام في مصر، من حيث الكم ومن حيث الكيف أو الكواليتي. وفي الحقيقة ده خلى وزارة التربية والتعليم إن هي تعمل على إن هي توجد بنية أساسية في العمليات أو تساعد في عمليات التحول الرقمي أو الدخول في الديستانس ليرنينج من خلال المدارس وإتاحة المحتويات الرقمية. فنلاقي مثلا أن الوزارة أنشأت حوالي 2313 شبكة داخلية في 2313 مدرسة من المدارس الحكومية، وأن هي حققت في حوالي 2500 وركبت اللي هي الألياف الضوئية في حوالي 2500 مدرسة من المدارس الثانوية، وإن هي ده ساهم في توفير بنية تحتية كبيرة. وكمان اشتغلت الوزارة على توزيع ما يقرب على 700,000 تابلت لطلبة المرحلة الثانوية في سنتي الأولى والثانية الثانوي عشان خاطر استخدامها في الحصول على المصادر الإلكترونية أو المصادر الرقمية. هبدأ أعرض على حضراتكم دلوقتي فيديو بيتكلم على التجربة المصرية اللي هي اشتغلت عليها مع اللي هو الديسكفر إديوكيشن في دخول للإدمودو أو المنصات الرقمية اللي اعتمدت عليها وزارة التربية والتعليم المصرية. دكتور احمد. اي فندم. انت مشغل فيديو؟ ايوه. بس سوي ستوب شيرنج وبعدين ارجع. لما تسوي الشيرنج في للفيديو في علامه صح تحطها حقت مشاركه الصوت من الكمبيوتر عشان نسمع الصوت احنا. اوكي. Hi, I'm Marwa, a parent of a primary and a preparatory student. My children have shown me an amazing new resource they're using in the classroom to improve their learning, and now they can use it at home. Discovery Education has partnered with the Egyptian Knowledge Bank on a national initiative to provide all teachers and students across Egypt access to free multimedia resources to make learning more fun and engaging. I can't wait to show you what Discovery Education has to offer. Discovery Education brings my children's learning to life and goes beyond the classroom walls with tools like Curriculum Connect and WebEd TV. Every day my children come home excited to share what they've learned with Discovery Education videos and resources. And they even use these resources at home to learn more about topics that really interest them. First, Curriculum Connect connects the Egyptian national curriculum to engaging digital resources.
available for primary, preparatory, and secondary grade levels for science and math subjects, I don't have to worry that my children could be looking at resources unrelated to their studying. Any child can find fun and engaging content aligned to their science and maths lessons right at their fingertips. My children now learn and study through listening, watching, and interacting with a range of resources, images, audio files, text articles, videos, and interactives. It's amazing to see how much they learn with a video compared to the traditional textbook. WebEd TV is another fantastic resource that I let my children view to enhance their learning, designed to engage and excite. WebEd TV is educational TV at its very best. Broadcast online with new content Sunday to Thursday, students in primary, preparatory, and secondary can explore the topics and concepts that interest them most. My family is excited to check back every day for a selection of new programs on featured topics: science, maths, 21st century skills, STEM careers, and world topics. We even watch the programs together and use the learning guides to extend our knowledge of what we watched. على الانترنت بالتعاون مع Discovery Education. يمكن لأي حد من حضراتكم ان هو يرجع لي ويشوف بقية الديتا اللي هي موجودة وبتتكلم على التجربة المصرية في Distance Learning والاعتماد على البلاتفورم اللي هي كانت من خلال الإيد مودو او من خلال اللي هو Egyptian National Bank of Knowledge, عشان نشوف الآلية اللي اعتمدت عليها وزارة التربية والتعليم في الإتاحة بالنسبة للمجال دوت. أشير إن وزارة التربية والتعليم اشتغلت على جزئين أساسيتين. العموم الطلبة لما هم دون المرحلة الثانوية اعتمدت معهم على من خلال الإدمودو أو الإدمودو بلاتفورم أو من خلال الإيجيبشن ناشونال بانك أوف نوليدج. الطلبة بدءا من المرحلة الثانوية بدأت إن هي تشتغل معهم على كونسبت مختلف, وهي إن هي تبدأ تشتغل معهم على الفيرتشوال كلاس رومز, وإن هي يكون في دروس تفاعلية أو إن هو يكون في عمليات بس لدروس من خلال فصول افتراضية بتجمع فيها الطالب والمعلم. هنروح بعد كده لل three-hour-long programs. لمرحلة التعليم, يمكن مرحلة التعليم الجامعي كانت أقل حظاً من عن مرحلة التعليم ما قبل الجامعي, لأن كان في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي كان في قاعدة أساسية كانت بدأت الوزارة بالفعل تشتغل عليها, واللي حصل عمل من أو ساهم بشكل كبير جداً في الإسراع من عمليات التحول الرقمي والدخول بسرعة للمجال دوت. هو أي نعم بشكل كبير ما تحققش التارجت بنسبة 80%, أقدر أقول على أقصى تقدير وأكون من المتفائلين جداً لما أقول إن التارجت اتحقق سواء كان في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي أو مرحلة التعليم الجامعي بنسبة عمليات الديستانس ليرنينج ودخول في عمليات التحول الرقمي. وده يمكن انقسم لشقين, ان احنا كان عندنا شق المدارس الاجنبيه او المدارس الخاصه, ودي حققت نسبه كبيره جدا او كانت النسب فيها نسب النجاح فيها مقاربه لل 90%, لانها في عندها في كتير منها عند البلاتفورمز بتاعته اللي هو بدا ان هو يعتمد عليها في عمليات التيتشنج والايفالويتنج بتاع الطلبه, وكان في عمليه دائما متابعه لعمليات التعلم, وده ساهم في ان هي تحقق في كتير من اهدافها. في حين ان احنا عندنا الجزء الخاص بالمدارس الحكوميه او المدارس التجريبيه كان في عندها بعض من القصور, لان ناتج ان عمليات عشان ندخل في اليات التحول الرقمي او الدخول عمليات الديستانس ليرنينج بيطالب بكتير من الاعداد في مرحله القدره الطالب على التعامل او الطرح بتاع التكنولوجي, وكمان توافر البنيه التحتيه في كتير من
من المدارس، وده كان خلى الوزارة تكون مصرة ان هي تجمع ما بين البث عن طريق الراديو او التي في، وبالاضافه للعمليات الاونلاين ليرنينج اللي هي كانت من خلال الايدمود بلاتفورم او الناشونال ايجيبشن نوليدج، علشان خاطر تحقق الناحيه دي. لما تيجي تشوف مرحله التعليم الجامعي طلب فيها من الجامعات او من الاقسام المختلفه ان هم يبداوا يحطوا مصادر عبر الانترنت، وان يكون في نوع من انواع التعاون او التعامل ما بين الطالب وما بين عضو هيئه التدريس، وده ما حققش التارجت بتاعه بشكل كبير جدا. كتير من الأسباب واللي هنوردها بعد كده على التأثيرات ديت، وإن كان إيه السبب في إن دوت حصل، لأن دايما إحنا عارفين إن عمليات الدخول أو التحول الرقمي تحتاج أدوات أو تحتاج خدمات لوجستية أساسية، بتحتاج إنفراستراكشر تكون موجودة، كمان بتحتاج توافر كوادر بشرية تكون على درجة كبيرة جدا من الإعداد، وطالب مهيأ إن هو يدخل ويتعامل مع التكنولوجي. ده بيخلينا ايوه خلاص، معانا 3 دقائق. اوكي انا خلاص بفنش اساسا. تمام، خلينا ده يخلينا نتكلم على ايه هي التحديات التعلم او الديستانس ليرنينج في مصر، واللي هي كانت بتتكلم في الحاجه لوجود شبكات انترنت قويه، التكلفه والانفستمنتس في عمليات التحول الرقمي، توفر كتير من الكوادر البشريه غير مؤهله، وفي عندنا ان حتى الكوادر البشريه المهله فهي حصل لها نوع من انواع الهجره، بالاضافه لنظره المجتمع السلبيه للنوعيه ديت من التعليم. وده هيخلينا نلقي الضوء بشكل عام لعمليه كسوات اناليسز للدست عام، نروح نشوف نقاط القوة، فكانت بتتمثل بشكل أساسي في الإتاحة وسهولة الوصول وإمكانية المرونة والحصول على المعلومة بشكل عام، وإن الطالب يكون فيه راحة في الحصول على المعلومة، وإن هي بتتواكب أو بتتكيف مع احتياجاته. ولكن أما نيجي نشوف نقاط الضعف، فهنلاقي إن هي جزء كبير منها بيتمثل في الامكانيات المقدمه اللي احنا استعرضناها في بدايه البرزنتيشن بتاعنا، والحاجه ان انفراستراكشر كبيره، يكون في عندنا كمان جزء مترقب او مرتبط بشكل اساسي الجسم، او اللي احنا بنسميه عمليات النزاهه او عدم الاحتيال، واللي عانت منها واعلنها التعليم المصري ان هو واجه ده بشكل كبير جدا، سواء كان في عمليات الاختبار اللي تمت اونلاين، او سواء كان في من خلال الابحاث اللي هو اللي قدمها الطلبه. هنروح بعد كده نتكلم على التهديدات. التهديدات في كتير منها مرتبط زي برضو بالعملية أو بالقدرة المادية وبأعداد الطلبة المسجلة وقدرتهم على القبول التعامل مع التكنولوجي والإنترنت، وكمان الجزء كبير جدا مرتبط بأمن المعلومات، وده يكون محتاج محاضرات عشان نتكلم فيها. من ناحية تانية بنتكلم إن إحنا عندنا فرص كبيرة جداً بتتاحها التكنولوجيا وفي خلال البيئة التعليمية والقدرة على التعامل مع الديستانس ليرنينج، لأن إحنا عندنا التكنولوجي والفضاء الرقمي متاح للجميع. في عندنا توجهات بنسميها الثورة الصناعية الرابعة، من ضمن المنصات المهمة جداً والحاجات المهمة جداً، وهو دخول البلوك تشين على الخط، وده هيساهم بشكل كبير جدا في كفاءة وفعالية العملية التعليمية أو الديستانس ليرنينج. أنا حابب أشكر حضراتكم على كريم إنصاتكم ومتابعتكم للعرض، وأتمنى أن أنا أكون وفقت فيه وقدرت أحقق التارجت منه. شكرا جزيلا لجميع القائمين على تنظيم الملتقى. شكرا لحضراتكم. شكرا دكتور حمادة، يعطيك ألف عافية.